بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثةٍ بدعة، وكل بدعةٍ ضلالة. أيها الأحبة، مما جاء به هذا الإسلام ومن محاسن هذا الدين عدم الغلو، وشرعية الوسطية. والأدلة على هذا من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم متضافرة. الغلو أيها الأحبة هو تجاوز الحد والتوسط، هو الاستقامة في أمور العقائد والعمليات، وعدم الميل إلى جانب دون آخر، والتمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. جاء ذم الغلو في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويقابله الأمر بالتوسط والاعتدال في سائر الأمور. قال الله عز وجل: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. والطغيان هو الغلو. وفي حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يرمي الجمرات، أمر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن يلقط له حصى الجمار، فأخذهن النبي صلى الله عليه وسلم وجعل يقلبهن بكفه، وقال: بأمثال هؤلاء فرموا وإياكم والغلو. وفي حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون، قالها ثلاثا. والتنطع هو التعمق والغلو في الشيء. ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم أبا موسى ومعاذًا إلى اليمن، قال: يسر ولا تنفر، وبشر يسر ولا تعسر، وبشر ولا تنفر. ومن تيسير هذه الشريعة هو التوسط، ومن تنفيرها هو الغلو.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بشروا ولا تنفروا، ويسروا ولا تعسروا. وفي صحيح البخاري يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. ومشادة الدين إنما يكون ذلك بالغلو، ومن ذلك أيضا حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. عبد الله بن عمر كان من شباب الصحابة رضي الله تعالى عنه، وكان يقرأ كل ليلة ويقوم كل ليلة ويصوم كل يوم. يقول عبد الله رضي الله تعالى عنه: زوجني أبي امرأة من العرب، وكان أبي يحب أن يسأل عن كنته، عن أهل ولده. فأتى النبي صلى الله عليه فأتى عمرو رضي الله تعالى عنه أتى عمرو بيت عبد الله وسأل المرأة عن حال عبد الله. قالت: نعم الرجل عبد الله، لم يطأ لنا فراشا ولم يفتش لنا كنفا، لأنه كان مشغولا بالعبادة وكلف نفسه فوق طاقتها، ولهذا ندم رضي الله تعالى عنه بعدما كبر وشاق، وقال: ليتني أخذت برخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عمرو ذهب إلى بيت عبد الله وسأل المرأة عن حال عبد الله. قالت: نعم الرجل عبد الله، لم يطأ لنا فراشا ولم يفتش لنا كنفا، لم ينم مع أهله ولم ينظر في متاعهم، وهذا من تشديده على نفسه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو: إلقني بعبد الله. فتلاقيا، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم: كيف تقرأ يا عبد الله؟ قال: أقرأ كل ليلة، وفي لفظ: أقرأ القرآن كل ليلة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ في كل شهر مرة، يكفي هذا، لا تغلو، لا تشدد على نفسك. فقال: يا رسول الله، إني أطيق أفضل من ذلك. قال: اقرأ في كل 20. قال: يا رسول الله، إني أطيق أفضل من ذلك. قال: اقرأ في كل 10. قال: يا رسول الله، إني أطيق أفضل من ذلك. قال: اقرأ في كل 7. قال: يا رسول الله، إني أطيق أفضل من ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أفضل من ذلك، فإن لأهلك عليك حقا، ولزورك من يزورك عليك حقا، ولبدنك عليك حقا، فآت كل ذي حق حقه. وسأله عن صيامه، قال بأنه يصوم كل يوم، فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يصوم في كل شهر 3 أيام. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم المزيد، إلى أن أرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يصوم يوما وأن يفطر يوما، وأن هذا صيام داود عليه السلام، وهو أفضل الصيام. ولهذا لما كبر عبد الله وشاخ ندم
على أنه لم يأخذ برخصة النبي صلى الله عليه وسلم، وشق عليه أن يترك عبادة كان عليها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا كان لا يستطيع الصيام في بعض الأحيان فيقوم بقضائه. وكذلك أيضا سأله عن قيامه، فأخبره أنه يقوم كل ليلة، فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سلسه، فهذا قيام داود عليه الصلاة والسلام. ففي هذا الحديث يؤخذ منه عدم التشديد على النفس والغلو في العبادة والتوسط والاتزان، وإذا كان هذا في أمر العبادة فليكن هذا في سائر حياة المسلم في أمور العقائد، كما أنه في أمور العمليات، كذلك أيضا في أمور العادات والأخلاق والسلوكيات. فلا بد من التوسط وعدم الانحراف وعدم الضلال. وأيضا يدل لهذا قصة النفر الذين أتوا إلى أبيات النبي صلى الله عليه وسلم وسألوا زوجات النبي صلى الله عليه وسلم عن عمل النبي عليه الصلاة والسلام، فقال أحدهم: أما أنا فلا أتزوج النساء، وقال الآخر: أما أنا فلا أقوم فلا أنام، وقال الثالث: أما أنا فلا آكل اللحم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما أنا فأقوم وأنام وأتزوج النساء وآكل اللحم، فمن رغب عن سنتي فليس مني. ومما يدل على التوسط والاعتدال وعدم الميل والغلو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المسلم بألا يلبس في أحد رجليه نعلا ويترك الأخرى، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليلبسهما جميعا أو ليخلعهما جميعا، لأن كونك تلبس في إحدى رجليك وتترك في إحدى رجليك هذا نوع من الميل والتجافي وعدم الاعتدال، وهذا في أقل الأمور في شأن من شأن العادات، فكيف بأمور العقائد وكيف بأمور العمليات؟ فلا بد من الاعتدال والتوسط. وسأذكر بإذن الله عز وجل شيئا من أسباب الانحراف والغلو وما يكون سببا لعلاج هذا الانحراف والغلو. هناك عدة أمور أو عدة أسباب تحرف المسلم عن اعتداله وعن وسطيته وعن وسطيته إلى مجانبة الطريق المستقيم في الغلو في العقيدة أو المنهج أو في العبادة. والأسباب كثيرة، لكنني في هذه الكلمة أذكر ثلاثة أسباب هي أهم هذه الأسباب في نظري. أما السبب الأول الذي يوقع في الغلو والانحراف عن الوسطية والمنهج المعتدل فهو الجهل،
والجهل هو عدم العلم بأحكام الشريعة من العقائد والعمليات. هذا الذي هو هذا الذي يوقع في الغلو، وعلاج هذا هو العلم، تعلم العلم، طلب العلم، أخذ العلم عن أهله الراسخين فيه. فالعلم هو دواء الغلو، هو دواء الانحراف، هو دواء الضلال، هو المعين والسبب بإذن الله عز وجل إلى التوسط. والعلم أيها الأحبة هو الفقه في أحكام الشريعة من العقائد والعمليات. قال الله عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله. وقال الله عز وجل: وقل رب زدني علما. وقال الله عز وجل: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال الله عز وجل: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. فالله عز وجل قارن شهادة أهل العلم، شهادة أهل العلم بشهادته وشهادة ملائكته على أعظم مشهود عليه، وهو توحيد الله عز وجل. وقال ابن المبارك رحمه الله تعالى: لا أعلم مرتبة بعد مرتبة النبوة أفضل من مرتبة تعلم العلم وتعليمه. وابن قدامة رحمه الله تعالى ذكر في مقدمة كتابه المغني، ذكر ابن قدامة رحمه الله تعالى في مقدمة كتابه المغني أن العلماء في هذه الأمة بمنزلة الأنبياء في الأمم السابقة، وهذا فضل عظيم وأجر كبير. الأمم السابقة كانت تسوسهم الأنبياء وترعاهم وتبين لهم مصالحهم. كلما هلك نبي خلفه نبي غيره في سياسة الناس ورعاية مصالحهم. هذه الأمة ليس فيها إلا نبي واحد، وهو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي يخلف نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم في رعاية الناس وسياستهم وبيان مصالحهم هم أهل العلم. ولهذا كما سلف أن ابن قدامة رحمه الله تعالى ذكر أن العلماء في هذه الأمة بمنزلة الأنبياء في الأمم السابقة. ومن فضل العلم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس به علما ففضل سهل الله له به طريقا الجنة. ومن فضله قول النبي صلى الله عليه وسلم: من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. ومن فضل حديث أبي ذر الطويل الذي جاء فيه إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم برضا بما صنع، إلى آخر ما جاء في فضل أهل العلم. فأقول أيها الأحبة، العلاج لما يقع من انحراف فكري أو غلو في المنهج أو العقيدة أو نحو ذلك إنما هو الرجوع إلى نور الوحيين، الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وسبب ما نشاهده اليوم ونسمعه من انحراف في الفكر وضلال في المنهج وتعلق
بعقائد فاسدة ونحل باطلة، إنما سبب ذلك هو الجهل وعدم العلم بالأحكام الشرعية، وعلاج ذلك إنما هو بتعلم العلم الشرعي. ولذلك لو سبرت أحوال هؤلاء الضالين واستقرأت مسالكهم ومشاربهم تجد أنهم خوأ بالنسبة لعلوم الشريعة، بالنسبة للفقه في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا علينا أيها الأحبة أن نعنى بتربية ناشئتنا وشبابنا على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لكي لا يلحقهم هذا الضلال وهذا الانحراف في الفكر والمنهج والعقيدة. هذا هو السبب الأول من أسباب الانحراف والضلال، وهو الجهل، كما سلف أن دواءه وعلاجه هو العلم بإذن الله عز وجل. أما السبب الثاني فهو اتباع الهوى، اتباع هوى النفس. قد يكون عنده شيء من العلم لكن مع ذلك يتبع هوى نفسه وما يمليه عليه شيطانه، ويصر على ذلك مع علمه بالحق، مع وضوح الحق له، مع تبيين أهل العلم له. والله عز وجل جعل المتبعين لأهوائهم عبادا لأهوائهم، أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. واتخاذ الهوى واتباع الهوى وعدم الرجوع إلى الحق بعد تبينه، هذا هو سبب الضلال. وعلاج ذلك أيها الأحبة هو الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث العرباض بن سارية: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وسنتي. وأيضا من علاج الهوى واتباع الهوى هو تربية النفس، لا بد من تربية النفس على محبة الله سبحانه وتعالى. إذا أحب المسلم ربه، إذا عرف أسماءه وعرف صفاته وما يجب لله عز وجل من التعظيم والإجلال، من الخوف من الله سبحانه وتعالى، فإذا أحب الله عز وجل وخافه وراقبه فإن هذا سيكون دافعا له إلى الانقياد إلى الحق والرجوع إلى الصواب والأخذ بما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فأقول أيها الأحبة من علاج الهوى هو تربية الناشئة وتربية الصغار على محبة الله وتعظيمه وتعريفهم بأسمائه وصفاته وما يجب له سبحانه وتعالى من الألوهية والربوبية والأسماء والصفات، وما يجب له من الخوف والمحبة والرجاء والتوكل إلى آخره،
إذا ربي على هذا فإنه سيكون بإذن الله عز وجل أوابا منيبا راجعا إلى الحق غير مصر على هواه وباطله. كذلك أيضا من العلاج كثرة الدعاء، كثرة الدعاء لمثل هؤلاء الذين انصرفوا أو عبدوا أهواءهم وانتصروا لأنفسهم وإن كانت على غير حق. وأما السبب الثالث وهو السبب الأخير في سبب الانحراف والضلال والبعد عن المنهج الوسط والوقوع في الغلو، فهو اتخاذ أئمة مضلين. فكثير ممن انحرفت عقائدهم وضلت مناهجهم إنما ذلك باتباعهم أئمة أضلوهم، أئمة في الضلال أضلوهم عن الطريق المستقيم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. ومن أسباب ضلال من قبلنا من أهل الكتاب هم الأئمة المضلون الذين علماؤهم أحبارهم ورهبانهم عبادهم يعبدون الله عز وجل على جهل، أحبارهم علماؤهم يعلمون الحق لكنهم لا يمتثلونه، فوقع فيهم الضلال والانحراف. وقد تنوعت الأئمة الآن في وقتنا الحاضر بسبب تواصل الناس بعضهم مع بعض، وبسبب هذا الانفتاح الواسع والاتصال الكبير بين أطياف الناس ووجود هذا الاتصال بين عموم الناس على مختلف أنواعهم وأجناسهم، تنوع هؤلاء الذين يضلون الناس. فقد يدخل المرء على موقع من المواقع في الشبكة العالمية، قد يقرأ في كتاب، قد يسمع لشخص ما يضله ويحرفه عن الطريق المستقيم. ودواء ذلك وعلاجه أولا هو كما سلف تأصيل العقيدة الصحيحة وتأصيل الحق منذ الصغر. ولهذا الله سبحانه وتعالى ذكر في وصايا لقمان لابنه أنه يربيه، أول ما رباه وأول وصية ذكرها لقمان رحمه الله تعالى لابنه أنه رباه على العقيدة الصحيحة والتوحيد الخالص: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فلا بد من تربية هؤلاء على التوحيد الخالص والعقيدة الصافية، لا بد أن تؤصل هذه في قلوبهم. دواء ذلك هو الرجوع إلى أهل العلم الراسخين في العلم، إلى الربانيين الذين يربون الناس بصغار العلم قبل كباره، أهل العلم الذين شهدت لهم الأمة بالعقيدة الصحيحة والتوحيد الخالص بالمنهج السليم، شهدت لهم الأمة بالنصح. أما الأخذ عن المجهولين وأغمار الناس فإن هذا هو سبب الانحراف.
الله عز وجل قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الرجوع إلى أهل الذكر. وقال الله عز وجل: ولو ردوه إلى الله والرسول لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وفي حديث أنيس في قصة العسيف الذي زنى بامرأة من استأجره، قال أبوه: وإني سألت أهل العلم. فدل ذلك على أن أهل العلم يرجع إليهم ويسألون ويستفسر منهم. قد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى المكثرين من الصحابة رضي الله تعالى عنهم في الفتوى. كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يرجعون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويسألونه، والنبي صلى الله عليه وسلم يرجع إلى ربه كثيرا في القرآن: ويسألونك إلى آخره. والله عز وجل قال: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة طائفة منهم ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فالله سبحانه وتعالى جعل المؤمنين طائفتين: طائفة تنفر للجهاد وقتال الأعداء، وطائفة تبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا رجعت الطائفة المجاهدة علمتها الطائفة القاعدة. فهذه أيها الأحبة هي أسباب الانحراف والغلو ومجانبة الاعتدال والتوازن، كما أسلفت أنها راجعة إلى الجهل والهوى واتخاذ أئمة مضلين، وخصوصا في وقتنا الحاضر بسبب هذا الانفتاح الكبير على العالم وعلى عموم الناس. فلا بد من تربية الشباب على العقيدة الصحيحة والمنهج المستقيم وتأصيل عقيدة أهل السنة والجماعة وفي قلوبهم، وتحبيبهم في الرجوع إلى أهل العلم العاملين والأخذ عنهم، وإحياء قلوبهم بمحبة الله، محبة رسوله، والخوف منه، ومراقبة الله سبحانه وتعالى. فإذا كان الله عز وجل أوصى بأن يربى الصغير على مراقبة الله عز وجل فغير باب أولى: يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. إن تكو يعني مهما كان العمل قليلا فيكون في صخرة، يعني عملته في أخفى مكان، أو في السماوات عملته في أعلى مكان، أو في الأرض عملته في أسفل مكان، فإن الله سبحانه وتعالى سيأتي به وسيجازيك. إذا استحضر المسلم هذه المراقبة فإن هذا مما سيحيي قلبه ويقوي إيمانه ويدفعه إلى امتثال أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، ومجانبة الإحداث في الدين، مجانبة عدم الأخذ بالسنة، مجانبة مخالفة السنة. بل ينشأ الناشئة على استحضار مراقبة الملائكة. الله عز وجل جعل علينا ملائكة كراما كاتبين: ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. بل جوارحك
ستشهد عليك يوم القيامة. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله. يومئذ تحدث أخبارها. قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة رضي الله تعالى عنهم: أتدرون ما أخبارها؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: فإنها تخبر عن كل عامل بما عمل عليها. مثل هذه المعاني العظيمة إذا نشي عليها الناشئة أو ربي عليها الشباب فإن هذا سيدفعهم إلى الاستقامة والوسطية والاعتدال وعدم الغلو والإحداث في الدين والرجوع إلى أهل العلم العاملين والأخذ منهم. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا التوسط في دينه والأخذ بسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ومجانبة طريق أهل الضلال والزيغ. اللهم اهد ضال المسلمين، اللهم اهد ضال المسلمين، اللهم خذ بنواصينا إلى طريقك المستقيم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا ذا الجلال والإكرام. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا.